السلام، فتجسدت فيها معاني ومكارم الأخلاق، وذلك هو سر تفردها وخلودها، وإنما تتحدد قيمة الإنسان ومكانته حسب ما يتمتع به من مواهب وكفاءات. وشخصية السيدة زينب عليه السلام زاخرة بالمواهب العالية وسيرتها طافحة بالمكارم الرفيعة، وعبر تلك المواقف والأحداث التي تعرضت لها تجلت لها كفاءات السيدة زينب عليه السلام وعظمة شخصيتها، وتبدي لنا من نورها المضيء وآفاقها الرحيب بقدر ما كانت أبصارها تستوعب الرؤية والنظر. أما من ناحية العلم والمعرفة فقد شهد الإمام زين العابدين عليه السلام بقوله: وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة. وهذه الشهادة من المعصوم لها دلالات واسعة واسعة المضامين يطول شرحها، لأن أقل ما يمكن أن تصوره أزاءها هذه الشهادة المباركة أن السيدة زينب عليه السلام كان علمها إلهيا تلقته من لدن العليم الخبير من غير واسطة، وكأن جزءا من تكوينها منذ نشأتها الأولى. فيجب علينا يا معشر النساء السير على منهج هذه العقيلة الطاهرة عليه السلام والاقتداء بها والتحصين بحسنها وعفتها وقوة إيمانها التي لم تترك صلاتها ومناجاتها لله تعالى حتى في فجيعة كربلاء الأليمة، وكانت مع أخيها الحسين عليهما السلام لما قتل وحملت إلى دمشق وحضرت عند يزيد. أما شجاعتها فقد بلغت بها الذروة العليا، فلم تسبقها سوى أمها، ولم يعهد لامرأة إنها جابهت أعتى مجرمي الأرض بعلو همتها همة شبيهة بها، فكانت مثالا لشجاعة نفسها. يشير إلى ذلك ما نقلته كتب التاريخ عن مواجهتها بعبيد الله ويزيد بن معاوية بعد واقعة الطف الذي استشهد فيها أخوتها وأبنائها وأبناء عمومتها، ومع ذلك فقد كانت رابطة الجأش ثابتة الموقف، وقفت عند جثمان أخيها سيد الشهداء وهو مقطع الأوصال قائلة: اللهم تقبل منا هذا القربان. وعندما وقفت أمام يزيد بن معاوية قالت له بعد أن أبدى فخره وشماتته بآل النبي صلى الله عليه وسلم: وإلى جانب هذه الشجاعة وقوة البأس، جمعت السيدة زينب عليها السلام بلاغة وفصاحة منقطعة النظير، وكيف لا تكون كذلك وهي الفرع من إمام البيان وبديع كل زمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد بلغ تأثير خطبتها في أهل الكوفة حدا خاف منه ابن زياد أن ينقلب الأمر عليه لما أثرت فيهم وفي شعورهم. وقد وصف أحدهم موقف أهل الكوفة أزاء خطبتها بقوله: فوالله لقد رأيت الناس يومئذ حيارى يبكون وقد وضعوا أيديهم في أفواههم، ورأيت شيخا واقفا إلى جنبي يبكي حتى أخفلت لحيته وهو يقول: بأبي أنتم وأمي، كهولهم خير الكهول، وشبابكم خير الشباب، ونساءكم خير النساء، ونسلكم خير نسل لا يخزي. وقال غيره: فضج الناس بالبكاء والحنين والنوح، وبكى الرجال فلم ير باكية وباك أكثر من ذلك اليوم. وكانت حاضرة في مأساة كربلاء، وهو أمر لا يقبل الشك أو الشبهة مما يستلزم تتبع دورها في الحدث، وإنها سبيت من بلد إلى بلد. وعلى أي حال فقد كان لها خطاب ديني حينما حملت من كربلاء ثم إلى الكوفة ثم إلى الشام، وإن هذا الخطاب كان في مدينتين مهمتين في العالم الإسلامي آنذاك وهما الكوفة ودمشق. وهكذا مضت السيدة زينب عليه السلام بشجاعتها وصبرها وعفتها بعد الطف إلى يوم وفاتها شامخة عزيزة بدينها وحجابها، وهي إحدى مفاخر الإسلام ومن النساء اللواتي أثرن بالمحتوى المعرفي والثقافي لعموم التراث الإنساني. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من شيعتها ومحبيها في الدنيا والآخرة. المرأة الثانية التي لها كانت دور في حادثة الطف هي سكينة عليه السلام. أطروا أفواهكم بالسلام على السيدة سكينة. السيدة سكينة بنت الإمام الحسين عليهما السلام. لم يتل سكينة بنت الحسين عليهما السلام ما أتيح لأهل الحسين من الظهور على ساحة أحداث كربلاء لتلهب الأجواء بالخطب والبيانات،
فإن مهمتي ذلك موكول إلى الكبار من أهل هذا البيت الطاهر، فعما وجود أخيها الإمام وعمتها العقيلة وأم كلثوم وأختها فاطمة، فإن سكينة كانت في عداد الهاشميات الصغيرات والمخدرات، لم يتحملن مهمة التبليغ بعد، ولم تظهر إلا بعد أن حط الآل ركبهم في المدينة وأخذت تستذكر فيها بعد أحداث الفاجعة لتروي لنا نتفا مما علقت بها ذاكرتها من محن وأحداث. وإذ كانت سكينة بنت الحسين عليه السلام لم تسلط عليها أضواء حادثة الفاجعة، يتعامل معها وجدان الأمة كأحد مظلومي هذا البيت الطاهر، ولم تستطع الأمة أن تستعرض السيدة سكينة في ركب المظلومين من آل الحسين عليه السلام الذين شاهدوا مصارع ذويهم الأبرار. لقد حضرت هذه العلوية الشريفة مع والدها أرض كربلاء وشاهدت ما جرى على أبيها وأخوتها وعمومتهم وبقية بني هاشم وأنصارهم، وشاركت النساء مصائب السب والسير من كربلاء إلى الكوفة ثم إلى الشام فالمدينة. وعندما ذبح أخوها عبد الله الرضيع أذهلت سكينة حتى أنها لم تستطع أن تقوم لتوديع أبيها الحسين عليه السلام، حيث حفت به بنات الرسالة وكرائم الوحي، وقد ظلت في مكانها باكية. فلاحظ شهيد الشهداء عليه السلام ابنته وهي بهذا الحال، فوقف عليها يكلمها مصبرا لها. وبعد مصرع الحسين عليه السلام جواده إلى الخيام عاريا وسرجه خاليا، خرجت سكينة فنادت: وقتيلاه وأباتاه وحسيناه وحسيناه وأغربتاه. فلما سمع باقي الحرم خرجنا فنظرنا الفرس فجعلنه يلطمن الخدود ويقلن ومحمداه. وعند رحيل العيال بعد مصرع الحسين عليه السلام مروا على أرض المعركة، فشاهدت سكينة جسد أبيها على الصعيد، فألقت بنفسها عليه تتزود من توديعه وتثبته ما اختلجت وتثبت ما اختلجت في صدرها. أما من التي شاركنا أيضا في حادثة الطف هي رقية بنت الحسين، أطروا أفواهكم بالسلام عليها. رقية بنت الحسين عليها السلام عليهما السلام كانت للإمام الحسين عليه السلام بنت صغيرة تسمى رقية، وكان شديد الحب لها، كلما نظر إلى وجهها البريء امتلأ بها سرور امتلأ قلبه بسرور. رقية كان عمره 4 سنوات، ولكن القاسي لم يرحم طفولتها ولم يرعى منزلتها العظيمة. كانت رقية شديدة التعلق بأبيها الحسين عليه السلام، ولطالما كانت تلاعبه ويلاعبها. كان الحسين عليه السلام يغمرها بدفئه، وكانت رقية كالوردة الجميلة في بستان قلب أبيها الحسين عليه السلام. كانت طفلة تخطف الأبصار عندما تتراكض في بيت أبيها عزيزة كريمة، وكانت أمها تحنو عليها وتفيض عليها من الحنان الكبير، فهي رائحة الحسين التي تفوح في الدار المتواضعة في بنيائها العظيمة في مقامها. رقية بنت الحسين عليه السلام الطفلة الصغيرة رأت مأساة كربلاء بعينها، ورأت الأعداء يقتلون أبناء وأصحاب الحسين عليه السلام في تلك الصحراء المقرفة. تلوت رقية عطشا يوم كربلاء مع أطفال الحسين، حتى أخذوا يضعون التراب على صدورهم من شدة العطش، ينادون وهم يبكون: يا عماه يا أبا الفضل، الماء الماء، القربة القربة. وكان شبح الموت يحوم فوق رؤوسهم. ولما أخذت بنات رسول الله أسيرات مقيدات على جمال هزيلة من بيت النبوة إلى الشام، كانت رقية بنت الحسين عليه السلام في ذلك الدرب الطويل دائمة البكاء، وما فارق الدمع الغزير عينيها الصغيرتين. كانت رقية ذات ال4 سنوات تبكي ليلها ونهارها على فراق أبيها الحسين عليه السلام، التي كلما تفقدته تراه غائبا عن نظرها، فتجحش بالبكاء وتصرخ: أين أبي الحسين؟ أين أبتاه؟ فيأتيهما الرد ليخفف ألم هذه الطفلة: أبوك يا رقية سافر، وغدا تلتقينه عندما يعود. تصمت رقية وفي صمتها حزن شديد، ثم تعاود السؤال: أبي سافر إلى أين؟ لماذا لم يأخذني معه؟ أنا حبيبته رقية. وتضج بالبكاء والنحيب. يصيب رقية تعب شديد وتنام من شدة التعب، وفجأة يتراءى لها حلم جميل، إنها ترى أباها الحسين
في النوم تحاول أن تتحرك نحوه وتمد يدها، فتستيقظ من نومها لتدرك أنه مجرد حلم، فتصرخ بالبكاء والعويل: أبي حسين، قرة عيني حسين. فتحاول النساء إسكاتها وتخفيف روعتها، ولكنها تعاود البكاء والصراخ مرات ومرات: أتوني بوالدي حسين، حبيبي يا حسين. وهي تزداد حزنا وألما حتى أفجعت ببكائها قلوب أهل البيت عليه السلام، فارتفعت أصوات الجميع بالبكاء الشديد، كل ينادي: وحسيناه وإماماه. سمعوا يزيد بكاء النساء والأطفال يملأ أذنيه بالصياح والعويل، فاستجمع غروره وشروره وراح يطلق كلمات الحقد والغضب هنا وهناك، ثم قال: ما الخبر؟ ما هذا البكاء والصياح؟ فقالوا لها: إنها ابنة الحسين الصغيرة الموجودة مع النساء، قد رأت أباها في النوم، فاستيقظت وهي تبكي وتصيح وتطلب أن ترى أباها. فلما سمع يزيد ذلك قال لعساكره: ارفعوا إليها رأس أبيها ودعوها تتسلى به. ما أن انتهى يزيد من كلامه حتى أتوا برأس الحسين عليه السلام في طبق مغطى بمنديل ووضعوه بين يديها، فقالت: ما هذا؟ أنا لم أطلب طعاما، أنا أريد أبي. فقالوا: هنا أبوك. فرفعت المنديل فرأت رأسا، فقالت: ما هذا الرأس؟ فقالوا: هذا رأس أبيك. فصرخت رقية صرخة ما مثلها صرخة، ونادت: وحسيناه وأباتاه. اقتربت من الرأس الشريف فرفعته بيدها الصغيرتين وضمته إلى صدرها المفجوع، وقالت: يا أباتاه، من الذي قتلك؟ من الذي خضبك بدمائك؟ أبتاه، من الذي قطع وريدك؟ أبتاه، من الذي اشترى رأسك؟ أبتاه، من الذي أيتمني على صغر سني؟ أبتاه، من الذي ضيعني بعدك؟ أبتاه، من العيون الباكيات؟ أبتاه، من للضائعات الغريبات؟ أبتاه، من بعدك وغربتاه؟ ليتني كنت لك الفداء، ليتني كنت قبل هذا اليوم عمياء. أبتاه، ليتني توسدت التراب ولم أرى شيبك مخضبا بالدماء. ثم وضعت فمها على وجه أبيها تقبله وبكت حتى غشي عليها. فقال أخوها للإمام زين العابدين عليه السلام لعمته زينب: ارفع اليتيمة من على رأس والدي، فإنها فارقت الحياة. فارتفعت الأصوات بالبكاء والعزاء، كل ينادي: وحسيناه وإماماه ومصيبتاه. السلام عليك يا بنت الحسين الشهيد، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الرضية المرضية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها الزكية الفاضلة، السلام عليك أيتها المظلومة البهية. صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك، وجعل الله منزلك ومأواك في الجنة مع آبائك وأجدادك الطيبين الطاهرين المعصومين، ودفنت في مكان وفاتها بالشام. وفي الختام أقول: قد قدمت في هذه الوريقات القليلة نموذج البطولة لنساء شاركن في المعسكر الحسيني، فكن بحق مثال يقتدى به، وذلك لكون المرأة البطول لكون وذلك لكون لكون المرأة هي الوحيدة القادرة على صنع المستحيل، فهي وحدها تستطيع أن تكون زينب في كل عصر وزمان. وهذه النساء الخالدات حولن الهزيمة إلى نصر، فسقطت أصنام وأصنام على مر التاريخ والأعوام. إن الأرض لا تخلو من مثل هذه الماجدات الصابرات على مر التاريخ، وحتى في عصرنا الحاضر. لكن نهضة الحسين عليه السلام جمعت كل مقومات الحياة الكريمة، فكانت نهضته مثالا رائعا لكل الشعوب، وكانت للمرأة دورا كبيرا فيها. عظم الله أجوركم، وشكرا لحسن الاستماع. شكرا جزيلا ست هند على المعلومات القيمة اللي أطرتيها على مسامعنا، والآن نفتح باب الحوار والمناقشة والمداخلة حول موضوع ندوتنا الثقافية لهذا اليوم. أكرر، نفتح باب الحوار والمناقشة والمداخلة حول موضوع ندوتنا الثقافية لهذا اليوم من قبل السادة الحاضرين.
السلام عليكم دكتورة، عليكم السلام ورحمة الله دكتور. شلونكم عيني؟ كل الهلا، أهلا وسهلا دكتور، الله يحفظك. شرفتني. انت الشرف. انا ولو مع الاسف دخولي شويه تاخر، كنت مشغول، لكن جزاكم الله خيرا ان الله تتطرقون يسلمك الى دكتور. موضوع نمجد فيه العترة الطاهرة الطيبة الصالحة، النموذج الخير للإنسانية، لننهل منه العبر والدروس. وهؤلاء النساء اللواتي ضربنا أروع الأمثلة في الإيمان والصبر والتضحية والمحبة. هذا يلفت نظرنا ويلفت نظر نسائنا بالأخص، أن يقتدن بهكذا نساء وهكذا بنات في عمر الزهور لاقينا المصاعب الكبيرة. أفضل بشرية أو أفضل نموذج للبشرية كان هم العترة الطاهرة في ذلك الزمن، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى بفعل الظلمة أن يعيشون هذه المأساة الكبرى. ولكن نحن عندما نتطرق إلى هذه المأساة نأخذ دروس كثيرة، منها هذه العلاقة الوطيدة والطيبة بين البنت وأبيها، واللي يدل على أن سيدنا الحسين عليه السلام كان نموذجا رائعا في الأبوة. ثم أيضا نأخذ الدور اللي يعني لربما أنا قلت ما سمعت، لربما يعني تحدثت عن سيدتنا زينب الكبرى ومواقفها البطولية وتحملها المسؤولية الكبرى في ظرف قاسي جدا. فهذه المحاضرة وغيرها اللي من خلالها نطلع على تاريخ نسائنا المسلمات من أهل البيت الطاهرات يلفت نظرنا إلى ضرورة نعيد النظر في سلوكنا كنساء، حتى نأخذ الدرس الأساس في أن نعد أنفسنا نساء مسلمات يقتدين بسيدتنا فاطمة الزهراء البتول وسيدتنا خديجة الكبرى اللي عليهما السلام، اللي الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام قال: لقد كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. هذا الاستثناء، سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وسيدتنا خديجة الكبرى ومريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم. يعني من الأمة الإسلامية من كوامل النساء هي خديجة وبنتها فعليهما السلام. وبارك الله بالمحاضرة الأستاذة هندة، نتمنى لها التوفيق والسداد وأن تكون من الصالحات وسائر من يسمعنا، ومن الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور على هذه المداخلة الرائعة، ونشكرك ونشكر حضورك برحاب المقداد. حفظكم الله. الله يسلمك. سادة الحاضرين، أكو أحد عنده سؤال، استفسار، مداخلة حول موضوع ندوتنا لهذا اليوم؟ أكرر، السادة الحاضرين، أكو أحد عنده سؤال أو استفسار أو مداخلة حول موضوع ندوتنا الثقافية لهذه الأمسية؟ تمام. طبعا بختام ندوتنا رابط لهذا ما اليوم، في، العفو قاطعك بالخير أستاذة، رابط ما أرسلته أعتقد. اي مو شوية عندنا ست ثريا اليوم مريضة، فإن شاء الله هسه راح تنزله ست هند، يعني سوني دا أبلغها دا أقول لها حتى تنزل رابط الله الاستمارات يحفظكم إن شاء الحضور. الله. الله الله يحفظكم. يسلمك دكتور. ست هند ممكن تنزلينا رابط استمارة؟ نعم، دقائق.
طبعا احنا بالنسبة لنا بالمقداد نصدر امر اداري بالمشاركين بانشطتنا العلمية. بعد اصدار الامر الاداري ان شاء الله ننزل نسخة من عنده على قناتنا بالتليجرام، فبامكان جميع السادة اللي يحضرون انشطتنا انه يحصلون على نسخة من الامر الاداري بالنشاط اللي حاضره. تمام، هسه إن شاء الله دقائق وينزل لكم رابط الحضور. بختام نشاطنا لهذا اليوم نشكر جميع السادة الحاضرين في رحاب المقداد، وإن شاء الله عندنا يوم الخميس أيضا نشاط آخر يلقي على مسامعنا الدكتور صادق يوم الخميس الساعة 9 مساء. دكتورة عيني، نزل الرابط إن شاء الله. أي تمام، انتبهت عليه، ممنونة، شكرا. دليل يا دكتور. ستتكرري بالنزول أكثر من مرة حتى أوكي. أتقدم بالشكر الجزيل إلى قناة الشاهد لتلبيتها في تغطية أنشطتنا العلمية في كلية التربية المقداد، فشكرا جزيلا لكم على كل جهودكم المبذولة ويانا، ممنونين لكم.